انا جيجي هكلمكم النهارده عن الديرما ونستخدمها ازاي. اهم حاجه في استخدامها الاول ننظف البشره كويس. اولا فوائد الديرما. طيب دلوقتي هناخد دي اللي هي نص سنتي، دي منطقه حول العين عشان السنون بتاعتها صغيره، منطقه حول العين، ودي ممكن نستخدمها اسبوعيا كل اسبوع مره، وممكن نستخدمها يوم بعد يوم علشان بتساعد على امتصاص السيروم كل يعني في السكين كير. دي ما فيش منها اي مشكله، دي نص سنتي دي ما فيش منها حتى ما توجعش يعني في الاستخدام لمنطقه حول العين. وكمان في حاجه دي حلوه جدا برضو، لو في منطقه مثلا في الشعر فيها فراغات في الشعر، بتعمليها على المنطقه اللي فيها الفراغ، مثلا الحته اللي في القصه من قدام فوق في الجبهه، بيبقى مثلا لو خفيفه شويه او فيها فراغ بتعمليها مثلا مره في الاسبوع، حلوه جدا بتخلي الشعر يطلع ويبقى كثيف في الحته دي مره تانية. جربوها الحكايه دي حلوه جدا، 10 مرات كده وبالرأي يعني مش جامد، هي اصلا سنونها بسيطه فما بتعملش جامد، بس بتجيب نتيجه حلوه قوي كمان مع الشعر. لكن دي الواحد ونص دي طبعا انا ما جربتهاش لشعري، انا جربت دي بس في القصه دي اللي هي نص سنتي ومنطقه حول العين، وطبعا دي بتتغير كل شهرين مثلا لان سنونها بتبقى تلمه خلاص مش حلو. دي بقى السنتي ونص دي قويه طبعا، دي للبشره، دي حاجه علاجيه يعني دي للبشره بس. طبعا هي بتوجع فممكن تستخدمي قبلها كريم مخدر، انا حاولت استخدم قبلها كريم مخدر ما عملش معايا حاجه، فبقيت استخدمها لوحدها كده. طبعا بقيت استحمل الالم بتاعها لان هي بتألم، الواحد ونص دي بتألم، ولو مش هتألم يبقى انت ما بتعمليهاش جامد، يبقى بتعمليها كده من على الوش مش تعمل معاكي مفعول، يبقى تعملي الجلسه دي احسن عند دكتور جلديه لو هتقدري عليها وهتعمليها جامد، اعمليها في البيت خلاص مفيش مشكله. بتعمليها بشكل زي ما قلنا كده علامات فيه 10 مرات كده و10 مرات بعلامة كروس كده 10 مرات و10 مرات في كل الاتجاهات كده 10 مرات بس. طبعا تقلي ايدك علشان تبقى جامدة، لانها لو ما تقلتيش ايدك وما كانتش جامدة مش هتعمل الافكت اللي انت عايزاه، بس هي فعلا بتنعم البشرة، بعد اسبوع بتشوفي النتيجة بقى لو في بس مع الاستمرارية طبعا مش من اول مرة، يعني في مكان حباية وسايبة مكانها علامة مثلا او لون، الديرما دي بتخليها فعلا بتخليها تروح العلامة دي بتروح، ولو في مثلا حفرة صغيرة كده حاجة في البشرة الديرما دي بتخليها تروح، بس بعد استمرارية 3 مرات مثلا مش من اول مرة مش من اول جلسة. الجلسة حوالي تقعدي مثلا حوالي 10 من 10 ل 15 دقيقة، وشك كله بشكل جامد جامد يعني ما تخافيش يعني جامد، حاولي تستحملي عشان تعمل معاكي المفعول اللي انت عايزاه، هتنعم البشره وهتشيل اثار الحبوب فعلا والندبات، دي حقيقه. دي 1.5 طبعا، في 3 بقى سنتي منها دي عايزه دكتور هو اللي يعملها، مش هتقدري تعمليها انت في البيت طبعا لان دي اقصى حاجه هتقدري تعمليها في البيت، لان هي دي بتوجع فعلا 1.5 دي بتوجع، فانت استحملي واعمليها. لو مش قادره خالص استخدمي كريم لو انت تحبي اللي هو المخدر، كريم مخدر. طبعا الديرما قبل وبعد الاستخدام بترش كحول، لازم تتطهر كويس جدا عشان ما تعملكيش اي عدوى او مشكله، يعني قبل ما الاستخدام تترش كحول وتستني لما تتهوى، وبعد ما تخلصيها ترشيها كحول قبل ما تشيليها، ودي الديرما تتغير كل شهرين برضو لان السنون بتبقى تلمه خلاص ما لهاش لازمه. يعني دي سعرها 140 جنيه تقريبا او 120 جنيه، ودي كانت ب100 او 90 في الحدود دي. السيرم ده بقى بعد ما نخلص الديرما بنحط السيرم ده، بقى احسن حاجه ان انت بعد ما تخلصي الديرما بتاعتك بتروحي حاطه سيرم، يا اما تحطي الاول كريم مضاد حيوي وبعدين تحطي السيرم، يا اما العكس يا اما السيرم وبعدين كريم مضاد حيوي. طبعا السيرم ده هيحرقك جدا في وشك بعد الديرما، استحملي، هي بتبقى جلسه كده متعبه شويه بس بتجيب نتيجه حلوه. والديرما دي ممكن تستخدميها يوميا قبل السيرم، قبل السكين كير بتعمليه بالليل قبل النوم كده، بتستخدمي سيرم ده، الديرما دي بتخلي البشره تمتصه احسن، وده يعني حاجه بسيطه مش حاجه، يعني ده نص سنتي مش حاجه، لكن دي استخدامها كل من 10 ل 15 يوم. والسيرم ده الصيدليات عاملين بيعملوا عليه عروض، انا بجيبه في العرض دايما، الواحده ب 175 وعليها واحده هديه اهي.
انا جربت سيرم كولاجرا ما حبيتوش، ما ارتحتش فيه. وسيرم كولاجرا بيبقى معاه كمان الكريم بتاع محيط العين اللي هو بتاع كولاجرا برضه. لا ده حبيته ولا ده حبيته، بس هوريه لكم. استنى، ده الكريم بتاع كولاجرا اللي انا كنت جايبه، سيرم فيتامين سي كولاجرا كان ب 200 جنيه. ده الكريم بتاع العين ب 140 او 160 مش فاكره. ده بتاع العين، هو فيه كمان زي كونسيلر كده، فيه يعني هو فيه زي كونسيلر كده، هو كريم معالج وفيه زي كونسيلر، بس طبعا وحش جدا ما عجبنيش خالص، مش هجيبه تاني. والسيرم كولاجرا برضو ما عجبنيش، المنتجات كولاجرا ما عجبتنيش حقيقة. لكن فيتامين سي ده اللي هو السي ميكس ده، ده حلو، ده فعلا بيرطب وبيشيل بقع فعلا، لو في بقع ولا حاجه بيشيلها مع الاستمراريه طبعا، مش من اول مره، مفيش حاجه بتيجي من اول مره، لازم تستمري بالعنايه بالبشره وتشوفي النتيجه بعد مثلا شهر، تحكمي بعد شهر. وطبعا اهم حاجه قبل ما نستخدم الديرما بنمسح وشنا، بننضفه طبعا بالغسول بتاعنا، وبعد الغسول كمان زياده تاكيد بتمسحيه بالمايسلر ووتر، ده بيهيرطب البشره ويخليها مهيئه ان انت تستخدمي الديرما، لان لازم بشرتك تكون نظيفه جدا. بس، وده كان الريفيو بتاع النهاردة، وميرسي ليكوا، باي باي.